كل ماله بسوء الوضع، كل ماله بسوء الوضع. وين بدنا نروح؟ هينا قاعدين على خط صلاح الدين، أصعب نتفة وأخطر نتفة. إحنا نزحنا ودفعنا اللي ورانا واللي قدامنا في النزوح، طالعين نازلين من غزة لخانونس، لخانونس لرفح، من رفح إجينا هنا. مين المسؤول عن كل هذا؟ الغلا معناش لا شامبو نجيب ولا صابونة ولا أكل ولا شرب ولا حليب للأطفال ولا شباشب. بنجيب أنين سائل الجلب 15 شيكل، بنتحمم وبنغسل وبنجلب فيها. باكيت حليب مش قادرين نجيب. الناس بتسرق من المقاطير وبتبيع بغالي، والله ظلم هذا، والله ظلم. فيش يعني لا غاز، وحتى لو دبرنا جرة بقول لك دور على موزع، الموزعين مش قادرين يعتمدونا لأنه مش أهل المنطقة. والمدارس بقول لك أنت مش عندنا، فكل شغلنا على النار. طب فيش وسع في المدارس ونروح. بقول لك طب هات خيمة ونصبها في المدارس، طب هات أطول خيمة. انصبوا لي خيمة بيجي أقعد في المدرسة، ما حد معتمدنا، ما حد بدور علينا. والكل بقول قعدتوا لحالكم دبروا حالكم من حالكم. نفسي بالأواعي الجديدة ونفسي أروح على غزة. أنا نفسي بشبشب. لا نفسي أروح غزة. حياة صعبة كتير، حياة صعبة. من وين نروح نجيب؟ لا والله بنجيبه للغسيل حليب.